مرحبا بحضراتكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام. الحقيقة ما ينفعش في حضرة ضيفي العزيز أني أحكي واروي، لأنه التفاصيل أهم بكتير مع سيادته. إنما أنا ممكن ألخص الموضوع، وهو مشوار ما كانش سهل، من الانكسار إلى الانتصار، من 67 إلى 73. ولكي تحقق مصر هذه المعجزة اللي أبهرت بها العالم وتحقيق النصر في حرب أكتوبر، ده سبقه مراحل من الإعداد والتخطيط بشكل مرحلي لنصل إلى هذا اليوم، ويكرمنا ربنا سبحانه وتعالى ونحقق هذا الانتصار. واحد من شاركوا في هذه الحرب كان من ضمن القوات الخاصة، فرقة سلاح المظلات، ضيفي العزيز الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو مجلس الشيوخ الأستاذ إبراهيم حجازي. أستاذ إبراهيم، برحب بحضرتك معنا، وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. ومصر كلها طيبة يا رب. يا رب يا رب. حضرتك تحب نبدأ من فين؟ نبتدي من 5 يونيو. 5 يونيو 67. ليه؟ لأن احنا يعني وعايزين ده كتير يا رب قوي يتقال، لأن الشباب لازم يعرف فعلا كانت مستحيل. أصعب من المستحيل، حاجات كتيرة خلتها مستحيل. نقدر نقول إن الـ إن 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 الهزيمة الأصعب فجرت الصحوة الأعظم. يعني لولا هزيمة يونيو ما كناش اتحركنا التحرك ده، ولا كنا بقينا كده صراحة. يعني مش عايز أقول إن إحنا يا رب، لا، بس أنا بقول الهزيمة، يعني الهزيمة الصعبة دي فجرت أعظم صحوة مصر. بعد 5 يونيو، فأول حاجة بنبص كده اكتشفنا، ودي الحاجات اللي الرئيس عبد الناصر رحمه الله عليه الحقيقه في الاول اكتشفنا ان احنا ما عندناش دفاع جوي. عندنا مواسير مدافع بتضرب مع طيارات بسرعه اكتر من الصوت. طبعا ده كلام تهزار، بتبقى في صواريخ عشان تلاحق الطياره. ما عندناش ده. اكتشفنا ان احنا عندنا المطارات بتاعتنا وعاملينها ممر واحد. يضرب الممر المطار وقف. اكتشفنا ان احنا كنا حاطين طياراتنا على الارض، الطيارات كلها الحربيه بتحط في دوشه تحت الارض. اكتشفنا ان الرادارات لوحدها لا تكفي، لازم في حاجه اسمها مراقبه بالنظر في الدفاع الجوي. مراقبه بالنظر البشري، العنصر البشري. الرادار مهما كان ممكن تغلب عليه بانك تجيب له طيران واطي مش عارف ايه. اكتشفنا ان احنا التمركز بتاع بتاعتنا، بتاع القواعد بتاعتنا كلها، احنا دايما العدو هيجي مش من البحر الابيض، من البحر الاحمر. ما كانش لنا تمرس، ما كانش صح. الحاجات دي كلها ابتديناها. انما بعد 5 يونيو، يوم 5 يونيو 6 يونيو 7 يونيو، اول حاجه حصلت، يمكن سياده الرئيس النهارده كان بيتكلم على الشعب. الشعب المصري اقسم بالله شعب عبقري، ولا حد عارف الشفره بتاعته، ولا عرفوا يحلوها، ولا هيعرفوا يحلوها. هزيمه، هما كل الغرب وامريكا كانوا متاكدين ان ديت خلاص غروب عبد الناصر، غروب يا عم، عايزين يخلصوا من جمال عبد الناصر، غروب بقى خلاص. ويطلع الشعب في 9 يونيو يرفض التنحي ويجدد الثقه ويطالبه بان يرجع الارض. خلي بال حضرتك، النقطه دي في الوقت ده كانت هتفرق كتير جدا لو كانت المساله سابت وراحت حته ثانيه. ادي اول حاجه حصل. القياده، احنا 11 يونيو كان انت خلاص، انت عمال بتلملم في قوات وبتشوف القوات بتعيد تشكيل ومش عارف ايه الكلام ده كله. في 5 يونيو 11 يونيو فقد طلعت التعليمات، ضبط النفس وعدم الاستطراد لاي شيء حتى لا تزداد رقعه الهزيمه. ضبط النفس، احنا ودي التعليمات وخلاص، وده كان على حق، القياده كانت على حق. قوم ربنا يريد يسلطهم هم على نفسهم، يطلع في دماغهم ان هم يطلعوا عايزين ياخدوا برفقات. دي معركة راس العش. يوم 1 يوليو قوم بطابور مدرع فرحان، خلاص مين هيوقفوا؟ ما هم حصل لهم حاجه في دماغهم. قوم بطابور لاول ملوش اخر، ده بات على مدرعات على مدافع، وهم عارفين كان من الحظ قبلها بثلاث ايام فصيله صعقه من الكتيبه 43 صعقه. يعني خلي بالك من رقم 43 دي، حيدو عندك من الكتيبه دي لها حواديت كتيره. من 43 صعقه راحت عند نقطه راس العش، وسبحان الله ان القرار ده يعني له فصيله. ونقطه راس العش دي نقطه يعني على 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 يعني على الخريطه، انما ما فيهاش حاجه، يعني ما فيش
هي بس كانت فكره اسرائيل ان بور فؤاد اللي فاضله فحبوا يخشوا ياخدوها، ياخدوها بقى وخلاص. كان عايزين يعملوا مؤتمر صحفي وتيجي فيه الولده مقير ويبقى المؤتمر. وبورسعيد انت عارف بور فؤاد دي البنت البكر بتاع بورسعيد، وبورسعيد دي الصمود وبورسعيد و56 يعني هي كانت المفروض ان هم كان عايزين يعملوا حاجه. المعركه بدات يعني باختصار شديد جدا من الساعه 5 حوالي 7 ساعات. طيب خلينا بس نقول برضه عشان حضرتك قلت ان هم دخلوا بدبابات ومدرعات وما الى ذلك. 30 واحد ما معهمش الا الرشاش. والرشاش ده اللي كان اللي بيضرب عليه الرقيب حسني كان مساعد حسني سلام، اعتقد انه عايش، ربنا يديله الصحه والعافيه. وار بي جي احنا كتيبه 43 صاعقه كان فصيله، فصيله دول 30 واحد فصيله. وهم العدو عارف ان هم فصيله وعارف هيدوسوهم يعني. احنا 7 ساعات ما قدروش يعدوا منهم، لا بالمواجهه ولا بالمواجهه. عمل عليهم التفاف وعمل عليهم الكلام ده كله، استشهد اللي استشهد ما عدوش. المعركه دي لما خلصت نقدر نقول ان دي وانسحبت القوات الاسرائيليه، انسحبوا بعد، انسحبوا ايه بقى بعد شوف الخسائر اللي عندهم، لان احنا ضربنا سبناهم لما دخلوا خالص فافتكروا ان احنا هربنا. تعمل لهم كذا كمين. وبعدين راحوا ضاربين بدأنا ترفيجيه على، كانوا رايحين على مداء، والمداء لما ضربوا اول ما حدوته مركبه من بتاع كدبابه او عربيه مرنزره وقفت، فكله وقف. وابتدوا بقى الرشاش عليهم، هم مش عايز يموت، هو ما عندوش استعداد يموت، بس عشان اول ما بيحصل ده بيجري. هم في اليوم ده عرفوا، احنا عرفنا ان احنا ما متناش. نقدر. وهم عرفوا ان لحمنا مر. اليوم ده بقى يوم عيد الصعقه. نعم في اليوم ده. نعم بقى خلينا برضو نوضح نقطه في في الموضوع ده، زي ما حضرتك قلت انه الشيطان والزوم ان هم يخشوا، والحمد لله ان ده حصل، ده ربنا سبحانه، لانه لولا معركه راس العش ودي كانت البدايه اللي عززت الثقه بالنفس ان احنا قادرين ان احنا نخلص. طبعا دي بقى جرت وراها ايه بقى. انت حضرتك لما حصلت الحكايه دي كلها، انت بقى كنت بقى عامل بقى حاجات وتعليمات شنيعه انك انت الصمود. نعم لما حصل دي بقى بلا صمود بلا نيله بقى. بعديها احنا يوم 21 اكتوبر عندهم مدمره ايلات، اكبر قطعه بحريه بتاعتهم جايه بتتمخطر في قدام بورسعيد، وكان عليها طلبة الكليه البحريه اللي اتخرجوا وطالعين في رحله تدريبيه، وبيوروهم بقى البلد اللي احنا احتلينا 61 كيلو متر مربع مش عارف ايه. طلع لها 40 صواريخ، طلع واحد والتاني، هما 3 صواريخ طلعوا. المدمره اللي قد الدنيا دي كلها قعدت اكتر من 200 واحد ماتوا في الشغلانه دي، وكانت ودي كانت ضربه بقى مهدي اللي ساعتها بقى خلاص عقد الجيش الذي لا يهزم انفرط. خلصت بقى. بعد دي على طول في 1 يناير 68 عندهم غواصه اسمها دكار جايه بتتمشى في البحر الابيض قصاد اسكندريه، عندنا كساحه الغام اسمها اسيوط راقده لغايه دلوقتي، ده اسكندريه دكار ديت. نيجي في 8 مارس كان دول 3 عمليات قبل حرب الاستنزاف. نعم والثمان عمليات دولت اللي شجعوك جدا انك تروح على حرب الاستنزاف، عززوا الثقه بالنفس للمقاتل المصري وبدا يهد الثقه بالنفس او الغرور اللي موجود عند العدو الاسرائيلي. واحنا رايحين حرب الاستنزاف ليه؟ ان حرب الاستنزاف لها اسباب كثيره جدا، انا عايز منها يعني اسباب مرئيه واسباب تانية العاديه. ان انا عايز اعمل تطعيم للجيش، عايز ان انا اكتسب ثقه، مش عايز اديله فرصه انه يرتاح، مش عايز يعزز مواقعه، مش عايز يثبت نفسه، الكلام ده كله بستنزف العدو. انما الاهم من ده كله، انت كان في عمليات بعينها بتتعمل عشان اشوف رد الفعل فيها ايه، انا عايز اشوف لما بخش من هنا هيجي لي منين، اشوف لما بضرب طلقه اول طلقه بتجي لي بعد قد ايه. في عمليات كتيره كنا بنجيب بيجي سلاح، فانت بتشوف السلاح اللي عندك. انت وصلت من العمليات دي كلها انك انت حتى بالدفاع الجوي في برضه حرب الاستنزاف، انك انت الفانتوم، انت كل ده كنت عايز تعرف كل حاجه صغيره، لان احنا ما كانش عندنا، احنا كان الصوره بتاعت العدو بتاع عندنا صوره هزليه، عملتها السينما المصريه ربنا يسامحهم، ان لان ده راجل عبيط وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله، والحقيقه مش كده. احنا فيعني هوصل للنقطه دي بعدين، بس انا عايز اقول ان حرب الاستنزاف بدات بقى في 8 مارس دي. في حاجتين، في عمليتين بس في حرب الاستنزاف. لسان بور توفيق دي نقطه قويه اللي طلعت منها الدانه اللي استشهد فيها فريق عبد المنعم رياض. وتعليمات الرئيس عبد الناصر ساعتها تتأدب. المجموعه 39 كان بقياده شهيد ابراهيم الرفاعي ساعتها، راح طلع عليه. راحوا الحقيقه في العمليه ديت
علمه تعالوا اقول لك علموا عليهم علموا عليهم ردوا الطاقه اين كل من كان في النقطه دي قتل ضربنا 5 دبابات وحصل عندنا قصتين محي نوح كان نقيب محي نوح ساعتها اللي هو محي ربنا يديله الصحه والعافيه وزاروا الرئيس عبد الناصر في المستشفى واعتقد صف ضابط في العمليه دي كانت من العمليات بقى انت كل مره عمال انت تعال بتعال خلاص الثقه بالنفس بتزيد خلاص بقى انتهينا اليقين بقى ان احنا قادرين واقوياء لا لا وقادرين بقى وبعدين انت كنت من ضمن الحاجات اهداف الحرب الاستنزاف ان هو عمال بيتكلم على انه عايز يفتح القناه وان البتاع دي خلاص مش عارف ايه فانت عمال بتقول لا لا في قضيه في الشرق الاوسط ما ينفعش في عداله يا اما المجتمع الدولي يتدخل كده يعني انت كانت ده العمليه الثانيه اللي كانت اللي هي لسان بور توفيق برضه في 69 كانت في 11 يوليو 69 لسان بور توفيق دي كانت كتيبه 43 صحقه اللي هي العمل اللي كان عمليه وصل العيش ودي كان القائد بتاع سيادتها كان الرائد احمد شوقي دي عملت عمليه غريبه جدا النقطه بتاع لسان بور توفيق اكبر نقطه مساحات النقط القويه كلها حوالي 4000 متر دي كانت ضعف المساحه دي يعني حوالي فدان دي كانت فدانين تقريبا وكانت شريط طويل جدا نقطه كبيره جدا وقويه جدا ودي مدخل القناه فهو من النقطه دي عمل لها استحكام غير عادي وهي محميه بالبحر من 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 من, من الجنوب ومحميه من ناحيه الشرق بالمنطقه اللي جنبها سبل ارض رخوه ما تقدرش تمشي فيها مركبات ولا اي حاجه فمحميه منها خدت بالك ومن ناحيه دي بالقناه والدخول ناحيه سينا هم في سينا فكانت نقطه مستحكمه هنعمل عليها اغاره دايما الاغاره انت بتعمل اغاره لا مركبات ولا تحضيرات يعني ما تضربش المدفعيه قبليها ولا تروح بصوت بمركبات انت بتعملها يعني وتعملها بالليل طبعا عشان انت عايز تسافر للعب ظروف المكان والرصيف الكبير الكلام ده والاستطلاع اللي عمله قائد الكتيبه اللي هو الرائد احمد شوقي قال لهم لا يمكن انا هروح بالنهار قبل اخر ضوء عشان خاطر يعني الهدف كان في دماغه هو فبقت بدل ما تبقى غاره نام لا عملتها راح صاخبه بقى عملنا تحضيرات مدفعيه بس لما تيجي تضرب مدفعيه بتضرب مثلا ايه 50 كيلو بمواد 50 عشان ما انت لما بيبقى فيه مدفعيه بيبقى معروف في حاجه هتحصل فلما تضرب 50 كيلو ما يبقاش عارف من هنا ولا من هنا ولا من هنا واترفع المعدة اتعملت الغاره ديت كلها دي مات فيها 44 واحد ورجع فيها معتز الشرقاوي كان ساعتها نقيب او ملازم اول معتز الشرقاوي ده رخر ده واحد جميل ربنا يديله الصحه والعمر رجع بالاسير شاله على ظهره على كتفه وجايبه ورجع بيه فالنقطه ديت اللي كان الكلام ده في 69 وبمناسبه بقى انت كنت في التقرير انا شفته قبل الحلقه اللي هو اول من رفع العلم العباسي ده لا في النقطه دي بقى لفت الايام وكريم كتيبه 43 ساعه كانت لسه في المكان ده وكنا وصلنا بقى لغايه يوم 13 اكتوبر كان احتلنا 29 نقطه من خط من ال 31 نقطه وفاضل نقطتين لسان بور توفيق ونقطة تانية عند بور فؤاد ما كانش لها قيمة. ودي فلسان بور توفيق اللي هم اللي طلبوا من البوليس الدولي ان هم يسلموا. يستسلموا، ليه؟ كان عندهم 18 واحد ميت في النقطة. وباقي 37 واحد صاحي. مش ما بقوش قادرين يستحملوا، كانت 43 صحقة عاملة من الحصار وضاغطين عليهم ضغط جامد جدا. الرائد زغلول الفتحي ده كان قائد الكتيبة ساعتها. ليه الراجل بتاع بوليس الدوله الاستاذ بتاع اللي موجود معانا في الصوره الصوره دي بقى ده الضابط الاسرائيلي بيأدي التحيه وزغلول فتحي اللي على اليمين ده صمم انه يستسلم بتنكيس العلم الاسرائيلي وهو ليه عمل ده كده؟ لانه كان العلم ده رافعينه على طول ده وكانت اكتر حاجه تجيب يعني كان استفزاز طبعا مستفزه لابعد الحدود صحيح فاستفزاز باستفزاز فتعالى بقى تعالى لي بقى نكس العلم مش عليه اللقطه ديت كان زغلول فتحي دي بعد النقطة دي حاجتين دولت انا بتكلم على الحاجات اللي حصلت نروح بقى ل 5 و6 فبراير 70 ودي عمليه من العمليات انا بعتقد ان هي يعني ما حصلش كتير في العالم كان اللي هي ضرب ايلات ميناء ايلات كان في ماركتين اللي هم راحوا ضربوا شدوان بات شيفع وبات دم ويعني كانوا بتنططوا قوي في البحر الاحمر كانوا عايزين يبينوا يعني ان هم فرضين سيطرتهم وبعدين المخابرات الحقيقه كانت رصدهم فهم احنا كنا عملنا معروف في الضفادع البشريه ان المطروح مكان ما تروحوش تاني ما تخشش المكان اللي راحته مره تانيه احنا دخلنا الميناء دي 3 مرات
يعني شوف القلب ينهار السوق، احنا بنعمل حاجات غريبه جدا. فهم عشان كده كانوا خايفين مننا، فكانوا بيبيتوهم في عرض البحر. وانت ما تقدرش تعمل عمليه ضفادع في عرض البحر بالكده. جت اخباريه ان هم مولودين في المينا بيعملوا حانه. فطلعت العمليه دي رامي عبد العزيز وعمرو بتنوين الله يرحمه ورامي عبد العزيز، هم دايما الضفادع اللي بيشربوا باثنين لازم دبل اثنينات. فرامي كان معاه واحد حصل له تعب جدا، هم في العقبه بقى. وبعدين احنا عشان نروح هناك احنا رحنا بالطياره على العراق، ومن العراق بالبر دخلنا على ولا مش عارف على فين، يعني احنا داخلين بحدوته ودخلنا من هناك. فاللي دخل عمرو بتنون وزميله ورامي قال لك لا يمكن احنا ما صدقنا البتاعتين دول مولودين. راح لوحده وعمرو البتنوني وعلي، وكان معاه الرقيب اللي هو ابو ريشه. عملوا عمليه، فجرنا عملنا عمليه يعني منتهى الجرأه ومنتهى الجبروت، ان احنا اروح اضربه في جوه عنده هناك. طيب لو سمحت يا استاذ ابراهيم احنا هنقف عند المرحله دي، هنطلع على فصل سريع. اخر حاجه انا عايز ارجع من الفصل بقى نشرح للناس الحفار. تكتيك الحرب الحفار، لا ده لازم تتقال معلش يا جماعه. 8 مارس 70 الحفار اللي هو الحفار اللي ضربناه ده كانوا جايبينه المفروض علشان يفرضوا السيطره برضه على الممر. لا ده جايبين الحفار ده قال لك ان هم عايزين ناخد بترول من خليج السويس. طب ماشي. فجت الكلام ده 69، الحفار ده صناعه انجليزي. ادي بلد وشركه امريكاني هي اللي شارياه. واسرائيل هي اللي مقدراه. وشركه هولندي اللي قطراه. خلاص. فبص كام دوله. احنا اربع دول لغايه دلوقتي. شوف انت هتنطح في اربع دول. قعدنا رصدناه لغايه ما طلع من الاطلنطي مش عارف راح فده لغايه المخابرات وراه، حته من الخبرات العامه الخبرات الحربيه القوات البحريه كالضفادع اللي معاهم وزاره الخارجيه، لان كانت وقتها التكتيك انه الحفار ده يتضرب الرئيس عبد المنصر لهم هيتضرب يعني ما ولما هيتضرب يبقى هيتضرب. احنا عندنا خلاص الامر طلع يبقى هيتضرب وبكل سريه عشان ما يبقاش في اي حاجه. شفت المجموعه دي كلها مصر اللي عملت ده. راح ابيجان ضربناه في ابيجان. بس هو وقف في مينا الاول وكانوا بيستعدوا راح ياخد وقود الاول وبعدين راح ابيجان وبعدين سمعوا السفاره ان هو ماشي قاموا ناقلين على ابيجان بقى. انت عمال تروح وراه من حته لحته. المهم هناك الحمد لله قعد. فانت كانت عامل عمليه ضد خمس الخمس عمليات دولت. لا بس معلش يا استاذ ابراهيم ده في حته لازم نقولها بقى وحضرتك برضه صحح لي المعلومه دي لو غلط. انه الضفادع البشريه اللي كانت رايحه تنفذ المفروض كان مخطط ان هم 8 افراد، ففي 3 وصلوا ومنتظرين الخمسه التانيين يجوا، خافوا انه الحفار يتحرك فقالوا مش هنستنى، فنزلوا الثلاثه دمروا الحفار. حصل. فانا القصد من الكلام انت يعني ما كان العمليات دي كلها بنهايه الحواديت دي بقى بالحرب الاستنزاف ونهايه الحديد دي هم ابتدوا مرحله ثانيه تقدر انت بقى تطلع فصل بتاعك عشان نخش ونرجع نشرح بقى التفاصيل المعركه. ماشي تمام. فصل سريع لانه الجزء ده استاذ ابراهيم كان حريص ان احنا نتكلم عليه لانه ليه اسباب كثيره جدا استاذ ابراهيم ذكرها، منها تعزيز الثقه بالنفس والتاكيد على القدره وان احنا قادرين ان احنا نثأر ونوجه ضربات موجعه، وفي نفس الوقت كمان احباط غرور العدو الاسرائيلي اللي مش صدر للعالم بس، ده صدر للمجندين والضباط الاسرائيليين بان انتوا جامدين قوي ما تخافوش من اي حاجه. فده كان واحد الاهداف من حرب الاستنزاف اللي هي كانت مرحله شديده الاهميه تقدروا تقولوا عليها مرحله الاستعداد للحرب. بعد الفاصل نتكلم عن تكتيك وخطه وتفاصيل معركه حرب اكتوبر من بدايه من ما قبل الساعه 2 الظهر زي النهارده من 48 سنه. البطل محمد عبد العاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر، مقاتل عنيد شجاع تم تسجيل اسمه في الموسوعات الحربية كأشهر صائد دبابات في العالم. اسمه بالكامل البطل رقيب مجند محمد عبد العاطي عطية من أبناء منيا القمح بالشرقية، تم تجنيده قبيل حرب أكتوبر ليتخصص في إطلاق الصاروخ فهد المضاد للدبابات، فكان الأول على الرماة
وعندما قامت الحرب كان في مقدمة المقاتلين بسيناء أيام 8 و9 و10 من أكتوبر، كانت أيام المجد بالنسبة له. استمكن بمفرده من تدمير 23 دبابة للعدو ليلقب بصائد الدبابات. استدعاه قائد الفرقة الثانية بالجيش الثاني ليجد العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري والذي تم أسره، وقد طلب مقابلته خصيصا لأنه اصطاد دبابته، وعندما رآه وقف وقام بتأدية التحية العسكرية له. حصل عبد العاطي على وسام نجمة سيناء ومنحه إياه الرئيس السادات داخل مجلس الشعب، وأصبح بطلا شعبيا لدى المصريين. الأسطورة الكبيرة وصائد الدبابات الأول في العالم، عليك سلام الله وتحية الوطن ومحبة الملايين. خلال حرب الاستنزاف، خلال هذه المرحلة اللي كانت من مرحلة الصمود إلى الدفاع الناشط إلى حرب الاستنزاف، في نفس التوقيت كانت القوات المسلحة المصرية بتعيد بناء نفسها، وفي نفس التوقيت كان بيتم دراسة العدو بكل تفاصيله، إمكانياته، قدراته العسكرية، اللي معاه بيتحرك إزاي، بيتضرب إزاي، بياخد وقت قد إيه، شخصيته، سيكولوجيته، حالته النفسية على مستوى المجندين والضباط والقادة أيضا. كل هذه الدراسة اللي هي نلخصها في أنه الإعداد للحرب تم من خلال دراسة علمية وتخطيط علمي بالتفصيل، والتفصيل ده اللي حكينا عليه دلوقتي الأستاذ إبراهيم حجازي. أستاذ إبراهيم، برحب بحضرتك معنا مرة تانية، ونقفز إلى الساعة 2 الظهر يوم 6 أكتوبر سنة 73. ما قبل الساعة 2 الظهر؟ قبلها بشوية بس. قبلها بكم ساعة؟ قبلها بكم ساعة؟ لا يعني أنا عايز أقول إحنا حرب الاستنزاف خلصت، كنا قدرنا خلاص من حرب الاستنزاف جابت نتيجتها، انك طعمت جيشك، انك انت عرفت كل حاجه عن العدو، انك اصبح دلوقتي انت وانت بتستعد للحرب بقى خلاص، انت بقيت خلاص بتستعد للحرب. ايه اللي عندي، المشكله اللي عندي دلوقتي هو طبعا من يوم ما قعد في سيناء بعد 5 يونيو على طول، حظه طبيعي ان في مانع مائي قدامه في الغرب، شمال ويمين البحر الابيض والبحر الاخضر، فبقى في حمايه، فهو افتكر ان الحمايه دي هو ده اللي خلاه تغط راسه اكتر، الحمايه دي هتحميه. قبل الحرب احنا كانت المعضله اللي عندنا اللي بتدرس ايه في خطه الحرب، انا عندي ثلاث بلاوي سودا، دفاع تعطيلي اللي هو القناه والستر الترابي ودفاع ثابت اللي هو خط برليف 31 نقطه قويه، ودفاع متحرك اللي هو القوات بتاعه العدو اللي موجوده القليله. هو بيعتمد ان عنده قوات قليله، ان اي حاجه هتحصل الطيران هيخش على طول، الكلام ده كله. طيب انا عايز اطلع الطيران بره الموضوع، شبكة الصواريخ اتعملت الحمد لله، اللي هي جبناها من الجو، ما بعدش في مواسير بقى عندنا صواريخ، واتعملت بأسطورة في سنة 70 لما عملنا شبكة الصواريخ دي أسطورة لوحديها عايزة حكاية. بقى عندنا شبكة صواريخ ما فيش حد هيقدر يقرب لغاية 15 كيلو من القناة. ال 15 كيلو دولت اللي هم اللي هو الخط اللي أنا لو احتليته هأجبره على إنه يروح للمضايق، هيرجع لورا حوالي 40 كيلو، خلص قولا واحدا. فبقت المهمة بتاعتنا إن أنا أحتل الخط ده، الخط ده من السويس لغاية بورسعيد، يعني بالمواجهة دي كلها. تمام. خدت بالك اللي هو الخط اللي بيربط كل التباب العالية، كل الهيئات العالية اللي في المنطقة، كل أما بحتل دي خلص. قولا واحدا خلاص أنت حققت انتصار. فأنا ده اللي كان هدف. طب انا دلوقتي هعمل ايه، مش هقدر انا فانا بقى دلوقتي عندي طيران منعته اني اقرب، قطعت رجله اني يجي من هنا. انا قوات لما هتحرك هناك قدرتها بقى اللي حصلت، يعني كان ده التخطيط انك بتعمل ده، عندي الثلاث دفاعات دي. اروح بقى لغايه يوم 6 اكتوبر. انت 6 اكتوبر كانت ضرب الطيران هتطلع الساعه 2 الظهر، 2 الظهريه. الطيران اللي هيطلع ممكن نذكر بس عشان حضرتك قلت لنا بس الحلقه اللي فاتت، ليه تم اختيار الساعه 2 الظهر تحديدا؟ لا طيب بقى. طيب ما ناخد الاول ليه اخترنا اكتوبر؟ اكتوبر كشهر؟ لان الليل طويل
وما فيهوش مشاكل في الطقس، يبقى لسه الخريف ما دخلناش في الشتاء. لان في 8 اعياد للعدو، 8 اعياد عنده طبعا على راسهم عيد الفرنده بقى، لان ده بقى ممنوع فيه ايه ده، لا صوت ولا حركه ولا حد يقدر يطلع من بيتهم ولا يقدر ولا ينزل من على السرير. خلاص ليلة 6 اكتوبر ذات نفسية هتوافق 10 في الشهر العربي، لو 10 رمضان القمر هيبقى مكتمل، القمر هيبقى مكتمل، هيديني نص الليل منور اللي انا عايز فيه، النص اللي انا ببني فيه الكباري، وعايز النص الضلمة اللي انا هخش فيه سين. يعني خلاص انا في اليوم في اللحظة دي هيبقى المد بتاعي اقل وضع لي في الاختيار المنع المائي. طبعا كان دي نقطة مهمة. ليه لان الظهريه دي بقى دي نقطه مهمه، محدش حارب الظهريه الا احنا. يعني الحرب او ضوء او اخر ضوء. صحيح. لان هتبقى الشمس راحت بقى، احنا في الغرب هتبقى الشمس في ظهرنا وفي وش العدو. ودي طبعا دي مميته يعني بقت لصالح طيارنا في الضربه الجويه وضد طيارينهم هم لو جاي، وضد المدفعيه لان كيف المدفعيه لا نقطه الملاحظه عارفه تشوف ولا اللي هو عارف يصوت. فاستغلينا الشمس. تمام. استاذ رامي، كل حاجة اتعملت كانت محسوبة. ما هو خلي بالك 6 سنين وانت انت بتجز على سنانك، بتجز على سنانك صح. وبعدين في وقت بيني وبينك، يعني هحكي لك على اعلانة الناس اللي كانوا معايا، انت جيت في وقت عايز الحرب بقى عشان احنا برضو عايزين نرفع راسنا بقى، نرفع راس بقى. ما انت كمان مش هتعمل. طيب. 2 الظهر دخل سلاح الطيران وبدا يطلق نيرانه، ثم الساعة 2:05 بدات المدفعية تضرب لمدة 53 دقيقة. ليه؟ لأن في 100 إجراء بيتعملوا في 53 دقيقة. 100 إجراء بيتعملوا في 150. أنت في 53 دقيقة ديت هتعمل موجات العبور الأولانية. أولا أنت عندك موجة عبور اللي هي خداعية. أنت يوم 5 بالليل أنت رحت سديت فتحة النبال وشلت ده بتاع الإشعال، وحظه الأغبر كان أول أسير لبنان كان المهندس لبنان، ويصلح لأبوه لبنان معانا يعني لأبوه معاه. فأنت بتعمل برضو يعني أنت مش مطمن، فبتبعت بقوارب ضد الحريق فيها صعقة بتروح تعمل الأولاني ده. ونزلت أنت كان عندك المولات بتاعت كل مولة فيها 8000 واحد. 8000 واحد بيعادلوا. تمام. انت مسافة الليل قبل الكباري كان احنا على مجلس الفجر كان في 80000 عد. طبعا. 53 دقيقة دي كان احد اهدافها. ده بداية كده بس عندك ان الموجة الاولى تعدي. موجات. بس فيشوف العبور. وانت 53 دقيقة ما فيش حد بيقدر، ما دام في مدفعية شغالة ما حدش بيرفع دماغه. صح. يعني ده. وده كان هدف. انت بقى ما انت ما عندك 53، انت ضربت، انت من ساعة الطيران ما دخل، ما هو الطيران عمل مشاكل جوه كتيرة. والمدفعية دخلت لضمت وراه، خدت بالك؟ فبقاش، فانت عندك تقريبا قرب الساعة ما حدش عارف يعمل اي حاجة خالص. في قبل الساعة دي كان ابتدى يبقى ليك ناس عاملة روس كباري عشان تمنع، انا كل همي مش عايز دبابة تيجي تطلع، لانه كان عامل 100 مصطبة على الساتر الترابي، لو طلعوا على فوق ما كناش هنقدر نبني كوبري. فانا ما فيش هي دبابه واحده ما ينفعش ثانيه تعدي مني تديهم فرصه يعملوا كده، ما فيش حاجه. فكل اللي عدوا في الاول كان بيعملوا دول. انت عندك بقى كنت بتعمل ابرار في طيارات هليكوبتر هتطلع شايله مجموعات صاعقه عشان توقف الهجوم المضاد بتاع العدو الحاجات السريعه اللي هتيجي. انت عايز تعطل اي هجوم، اي امداد، كل ساعه تاخير هتديني فايده. احنا حصل لنا كان يعني من ضمن الحاجات اللي تحصل في الجزء بتاع الجيش الثالث، الساتر الترابي اللي فيه زار، انت عارف التين الاسوال اللي الاولاد بيلعبوا بيه بيعملوا التشكيلات ده، الزار ان الساتر الطفله اللي هناك عملت عجينه، ما انتش عارف اي حاجه عربيه تمشي فيها ولا دبابه. فتعطلنا حاجات لدرجه ان حاجات كل الحاجات الثقيله بقت تخش من على عبر الجيش الثاني يعني وترجع تاني كده، يعني تعطلنا عطل كتير. ومع ذلك يعني في اوقات كنت انت اللي واقف هناك ما معوش دبابه. وطبعا انت عشان بوقف دبابه ده، انما اللي نفع طبعا اللي هم اللي معاهم كان صواريخ مضاده للدبابات والحاجات دي كلها. ال 100 اجراء اللي اتعملوا ده اللي بيبين لك ازاي التخطيط. و100 اجراء باين ده في حاجات بتتعمل، يعني انت من ضمن الاجراءات اللي بتتعمل احنا كانوا دارسين انهي نقط قويه اللي انا لازم احتلها دلوقتي. وايه النقط ان انا احاصرها واشغلها
اعمل معاه اشغال ضرب النار عشان ما يضربش عليا ويبقى هو مشغول بضرب النار ده. والنقط اللي حاسبها شويه احنا يوم 5 و6 وقعنا 50% من النقط. 6 و7 كانوا 29 نقطه واقعين لغايه ما رحنا للنقطه بتاعت زغلول فتح ديت دي كانت النقطه 30 دي كانت يوم 13 اكتوبر. فانت قدرت انك انت تحجم الحاجات. احنا يوم 13 اكتوبر كان تقدر تقول هو ده اليوم اللي انت حسمنا فيه. بس طبعا في النص ما نقدرش نمشي على ده لما نروح ليوم 8 اكتوبر. انت بعد اللي حصل في يوم 6 و7 والسقوط المريع لان دي كانت صدمه كبيره جدا لخط برليف يقع. هو ما يقعش يعني ده لو معانا احنا والله في سماء لما مين الجيش يقف عليه نقطه تقع ازاي؟ فيها التحصينات دي كلها تقع ازاي؟ فابتدوا هيجننوا. طبعا الامريكان بعتوا الكلام ده على فكره في المذكرات اي حد بقول لشبابنا يخش على مذكرات اي حد موسى ديان موسى ديان او جندمائيل اي يعني حد يخش على مذكرات القاده العسكريين بالذات خدت بالك هيقول هيقولوا هم الكلام ده يعني ان هم لما امريكا بعتت بطياره عسكريه مخصوص واحد ومعاه صور جويه لكل الجبهه القمر الصناعي وهم عندهم طياره استطلاع على 30,000 أدم وثلاث سرعتها أعلى من سرعة الصوت استطلاع ودي كانت بتصور الجبهة حاطين لهم كل الصور مواقعنا فين قواتنا فين الكلام ده كله مجهزين كل حاجة الكلام ده وكيسنجر قال للدنيا كلها خلاص ما فيش حاجة هتحصل لغاية 8 أكتوبر 8 أكتوبر كان هيعملوا هجوم مضاد ثلاث فرق مدرعة هم هيعملوا هجوم بحيث ان هم مش هيقفوا الا لما يحتلوا الاسماعيليه والسوق يعني مش يعني هيكتسحوا سينا اهو كان تفكيرهم كده. طبعا اللي حصل هناك يعني هم بقى يمكن برضو كان في المذكرات بتاعتهم هم كلها يشوف اللي حصل لهم احنا عملنا رقم قياسي انت 120 دبابه في 20 دقيقه ده ولا بلاي ستيشن يعني انت لو بتلعب بلاي ستيشن مش هتعمل 120 دبابه في 20 دقيقه مش هتدمر 120 دبابه في 120 دقيقه في المعركه ديت طبعا هجوم المضاد ده باظ شارون حاول بقعد لغايه يوم 7 لغايه 18 اكتوبر يهاجم الاسماعيليه كان هناك المجموعه 139 صاعقه المقدم احمد اسامه ابراهيم او العقيد احمد اسامه ابراهيم عمل له مذبحه وما قدرش يخش الاسماعيليه حاولوا السويس ما عرفوش يوم 24 حاولوا ما عرفوش في السويس القصد من الكلام في السكه دي بقى احنا بس نقف بقى الفتره بعد 8 اكتوبر لما حصل كده كيسنجر ليه تصريح قال لك ان حصل انتصار يعني العرب عملوا انتصار محقق لا خلاص ولا العدل مش هترجع للوراء طيب راح بقى في نفس الوقت قال نيكسون ساعتها ان احنا لازم نعمل فتحوا خط امداد الجسر الجوي الجسر الجوي بدا الكلام ده يوم 9 يوم 8 يوم 9 لما حصلت المعارك اللي بعد يوم 13 احنا في دبابات مضروبه يوم 14 اكتوبر عامله 200 كيلو يعني من المطار العريش ما لحقتش تمشي بس النقطه الاهم يا استاذ رامي انت لما تبعت دبابه عشان تطقمها تعملها طقم ويدورها ويشوف بتاع ده فين والكلام ده ياخد له 4 ايام فمين بقى اللي كان موجود جوه كان جايين هي جايه بالناس جايه بلطقم بتاعتها جايه بلطقم بتاعتها صحيح طبعا مش امريكان هم هناك دول مرتزقه اللي راي عايز ياخد الجنسيه اللي معاه جرين كارت مش عارف الكلام ده كله ده اللي حصل ده حصل فرق اللي من يوم 14 انت كنت بتحارب يعني المرتزقه الامريكان اللي جم في المعركه ومع ذلك المعارك التي دارت من 14 لغايه ما نروح 18 اكتوبر اللي حصل في ساره والمعارك المزرعه الصينيه والفرقه 16 واللي كلمنا يمكن عليها كلمنا عنها واللي كان فيها الكتيبه بتاعت المشير طنطاوة الله يرحمه لما تيجي شو الخسائر بتاعت العدو في المعارك دي اكتر من الخسائر على فكره بتاعت بتاعت المرحله الاولانيه ويمكن يعني التفاصيل في الحرب اكتوبر يا استاذ ابراهيم عايزه حلقات فانا يعني سعيد بان حضرتك قدرت انك تلخص هذه التفاصيل عشان نرويها للساده المشاهدين وعلى ذكر بس النقطه الاخيره اللي وقف عندها استاذ ابراهيم انه في اثناء هذه المعركه كانت الخسائر اكبر بكتير لدى العدو الاسرائيلي من الخسائر اللي كانت عندنا والحمد لله بالرغم من انه واحد من صياغه صوره صعوبة بل استحالة أن مصر تدخل في هذه المعركة كان في بعض التقديرات اللي بتقول أن مصر لو دخلت هذه المعركة حجم خسائرها هيبقى كذا حوالي مش عارف 50 أو 65% 65% نعم
ولن تستطيع أن تنتصر. وكانت الحمد لله فضل ربنا وهذا التخطيط والدراسة العلمية حجم الخسائر أقل من كده بكثير. أستاذ إبراهيم مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب. أنت طيب بس في أنا آخر حالة بس يعني أنا بقول من دي أرجوك. أنا بقول إن حرب أكتوبر ديت يمكن دي اللي خاتم بها المقالة بتاع بعد بكرة إن شاء الله. بقول حرب أكتوبر قامت عن يقين وستبقى إلى يوم الدين أكبر يقين على أننا في كل وقت وأي وقت نقدر نقدر لما ربنا بيرزق مصر بمن يقودها نقدر. ديت احنا شايفينها من 7 سنين صحيح نقدر نعمل كل حاجة. حرب أكتوبر قالت إن احنا نقدر. لما ما نقدرش يبقى ندور على علينا احنا بقى ساعتنا نبقى مكسلين شوية مغفلين شوية. صح بس خير ختام يا أستاذ إبراهيم بشكرك شكرا جزيلا لكل سنة وحضرتك طيب. وختاما طبعا لهذه المناسبة العظيمة سيد الرئيس منذ قليل يعني كتب على صفحته الشخصية في الذكرى 48 لنصر أكتوبر العظيم أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها وأثبتت في ذلك النصر قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه. تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وأرضها من كل سوء وشر. أتمنى أن حضراتكم تكونوا شفتوا تفاصيل أكتر عن هذه الملحمة العظيمة ويا رب دائما نفضل واثقين وعلى يقين أننا قادرين أن نقهر المستحيل. قهرناه في هذه المعركة ونقهره الآن في ملحمة البناء اللي إن شاء الله يا رب تفضل مستمرة عشان تفضل مصر دائما منتصرة وتحيا مصرنا الحبيبة. مشاهدينا الكرام ختاما لهذه الحلقة هترك حضراتكم بعد هذا الفاصل مع فيلم وثائقي اسمه عن قرب بيحكي تفاصيل عن خطة الخداع الاستراتيجي واللي كانت محور هام جدا استطاعت مصر ان هي تنفذه على مدار شهور في سرية تامة. فاستعدت الدولة المصرية للمعركة أمام يعني أجهزة مخابرات العالم دون أن يدري أحد أن الدولة المصرية بتستعد لتخوض هذه المعركة. يمكن روينا بعض التفاصيل في حلقتنا امبارح عن خطة الخداع الاستراتيجي. تفاصيل أكتر حضراتكم هتتابعوها في هذا الفيلم الوثائقي عن قرب بعد الفاصل. دمتم في أمان الله.